اللي تم تكليفهم ما عندهمش الكفاءة في الاختصاص في وزاراتهم اللي عينوا فيها. وأنا هنا نذكر على سبيل المثال السيدة وزيرة التجارة، حسب تصوري وحسب ما شفت السي في نتاعها اللي تحصلنا عليه توا ما عندها حتى علاقة بالتجارة، وبالتالي نتساءل شنو هي القيمة المضافة اللي بتزيدها وزيرة كل تاريخها وتجربتها كانت في البيات، في المؤسسة اللي مؤسسة السيد الوالد نتاعها واللي معروفة، وهذا ليس تقليلا من شخصية السيدة الوزيرة. الجزء الثاني اللي هو مهم بالنسبة لنا كذلك هو سيدة وزيرة السياحة المكلفة وعلاقاتها المشبوهة والمشبوهة جدا بالكيان الصهيوني، وهذا بالنسبة لنا احنا يعتبر إحدى المسقطات في تحملنا ولإعطائنا الثقة في هذه الوزيرة. أنا نطلب منها أن تقدم بوضوح موقفها من الكيان الصهيوني ومن الزيارات العديدة اللي قامت بها لدولة إسرائيل، وشكرا. شكرا.